اليوم مش نحكيه على الليبوسيسيون ولا شفط الدهون، وفما برشا عبارات أخرى نستعملوها، ليبوسكولتور، نحتة الجسم، فما برشا عبارات تستعمل. شنية الليبوسيسيون ولا شفط الدهون؟ هي عملية، هي عملية يعني فيها دي زانديكاسيون وفيها دي كونتراندكاسيون، فما حاجات تخلينا ولا تمنعنا مش نجمو نعملو العمليات. مش نجمو نعملو العملية فما لازم يكون فما دهون. كونديسيون الأولى لازم يكون فما دهون اللي باش نشفطوها. ثاني حاجة فما الجلدة لازم تكون عندها تنسيون، يعني ماهيش جلدة مرخية. ولازم فما بعض المناطق نجمو نعملو فيها شفط الدهون. ما يعقلش باش نعملو شفط الدهون في أماكن كل تاع الجسم، فما أماكن فيها أعصاب ولا أوردة ما تخليناش نجمو نعملو شفط الدهون غير ما يكون عندنا ريسك. هي دونك ماهيش عملية تنحيف، هي عملية باش نسقلو في وسط الدهون باش نجمو نعطيو نتيجة. إذا توفرت الظروف الكاملة هذه نتاع شفط الدهون، ما نجموش نعملو العملية إلا بعد القيام بتحاليل مخبرية. وإذا هذه عطاتنا كيفاش نقولوا احنا اللوكي، يعني عطاتنا الاوتوريزاسيون باش نجمو نعملوا العمليه، فوقتك نبداو في تخطيط للعمليه. كيفاش تصير العمليه؟ العمليه قبل كل شيء لازم تصير في بيت المريض. نهار العمليه لازم نعاودوا نخطوا ونعاودوا نحكيوا مع المريض المناطق اللي باش يكون فيها شفط الدهون. بعد نصوروا كل الاماكن هيكي ناخذوا بعض الصور. الصور عادة ميديكو ليغال لازم تقعد عند طبيب، مش لازم تكون موجودة في الانترنت بالطبيعة. بعد البريف نجي نتفاقدوه ونهبطوه بيت العمليات. عادة العملية هذه تصير اما بتخدير موضوعي او تخدير كامل، مع فما نحبذو تكون تخدير كامل مش نجمو نلقاو نتيجة به. من بعد هذه تبدأ العملية في حد ذاتها. كيفاش؟ من الأول باش نعملو ثقبة، ثقب هما برشا ثقب، سا ديبون انتي و الريجيون اللي باش نعملو لها ليبوسيسيون. وبعدين نبداو بالانفلتراسيون. شنو هي كلمة انفلتراسيون؟ يعني باش نحطو سوائل باش ندخلوها في الشحم باش يسهلوا علينا ومش ميضروش بالجسم وقت شفط الدهون. من بعد باش ندخلو اون كانول اللي هي آلة، وباش نجبدو الشحم في الجسم الإنسان. هي فما ضغط نيجاتيف، يعني بريسيون نيجاتيف، تمشي بين 0.7-0.9 بار اتموسفيريك. الشفط هذايا باش يصير فما دي موفمون دو فايفيان، يعني دخل خارج دخل خارج الليد بشي واحد. وقد ما تكون كانيول صغيره قد ما النتيجه تكون حلوه. في الشفط على عكس ما يتصوروا برشا عباد، كميه الدهون ما عندهاش قيمه قد ما تكون التقنيه نتاع العمليه الصحيحه. برشا عباد يتسألوا. نعطيكم مثال، كان احنا ندخلوا في الشحم ونحيوه بمغرفه ولا نحيوه اون غرو كيما نقولوا هكايا، بتبيع الجلده باش ترتخي. اذا نحيناه بالتونيل جويد بتبيع الجلده باش تنقب، الشحمه باش تنقب، لكن في الاخر بكل باش تعطيك ان اسبي ناعم و كونتينيو، يعني فماش ايريغولاريتي. نعطيكم مثال اخر، وقت واحد ياخو متلا عموس جديدة ينزل عليها ما تهبطش، ينقبها كيما جرويير وينزل عليها تهبط. هذاك هو شفط الدهون والنحت في الجسم. قداش دوم العملية شفط الدهون؟ المعدل متاعها بين ساعة ساعتين، انتي والمنطقة اللي باش نحيوها وانتي الحاجات اللي باش نعملوهم. شفط الدهون لازم ديما الطبيب يقعد يحس على الكاليتي متاع الشحم، والشحم هذاك ولا الدهون لازم لها تكون ديما يعني بدون دماء، يعني ماهيش حمراء. صح ساعات تنجم تكون شويه حمراء، لكن عينك ميزانك كما نقولوا احنا. بالطبيعه الدهون هذه نجمو ناخذوها ونصفيوها ونعادو نحقنوها في مناطق اخرى من جسم الانسان. هذا موضوع نطرقوا له ان شاء الله مره جايه. عندما تكمل العمليه بالطبيعه النقب اللي حليناهم لازم نسكروهم، دونك فما غرز باش يصيروا، عادة نعملو بخيط فينو ما يظهرش، وإذا بقاو يعني حاجة قليلة. تمت العملية لازم نحطو لباس خاص بعد العملية، عادة يكون في بيت العملية نفسها.
علاش اللباس هذا؟ كما حكيت لكم قبليك على حكاية الموس جريت الموس والنقب اللي يصيروا فيها، اللباس هذا يمشي نحينا الانتفاخ اللي مش يصير. برشا عباد يسألوني كيفاش فما الانتفاخ؟ بالطبيعة هي فما أجريسيون صارت على جسم الإنسان، أجريسيون يعني عنف على جسم الإنسان، بالطبيعة مش تنفخ، بالطبيعة يتلقى ضربة في جسمه في عينه، بالطبيعة مش تنفخ، ماهيش تنفخ في وقتها لكن مش تنفخ من بعد. اللبسة هذه باش تقلل من ليزودام من الانتفاخ وتراكم المياه. بعد تسمى العملية كملت، بعد ما لبسنا اللباس هذا تسمى العملية كملت، نقوموا باش نفيقوا المريض، واختفيق المريض نخليوه عادة بين ساعة ساعتين في المراقبة قبل ما يرجع لبيته. من بعد 6 ساعات يرجع يأكل ويولي عادي، ومن وقتها يجم يغادر المساحة سواء نهار في نفس اليوم أو لا يعود يبات الليلة ويروح من الغدوة باش النتيجة تكون حلوة. فما بعض النصايح وفما بعض تدابير لازم يعملهم المريض مش يزيد يحسن في النتيجة متاعه. احنا نحكيو فيه الموضوع هذا مش نفسر لكم كيفاش نجمو نزيدو نحسنو الريزلتات.